السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. معانا الشاشة دي أو البانل اللي معايا ده كان قطع بيانات. طبعا بعد الفحص تبين إنه خط الـ VGH وخط الـ SCTV الاتنين قاطعين. إشارة الـ SCTV وجهد الـ VGH اللي هو 26-30 فولت قاطع من هنا من على الكوف الجانبي. طبعا قمنا باستخراج داتا شيت الكوف، قمنا توصيل الكوف زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده قلنا التوصيل النقطتين دول على الكوف اهو، وسحبناهم من هنا من المسطره زي ما تشوفوا حضراتكم دلوقتي من هنا كده الجهدين. والشاشه معايا، الشاشه معايا تشتغل حضراتكم زي ما تشوفوا دلوقتي بدون اي مشاكل.